منذ عام 2003 وحتى الآن والعراق يشهد تلكؤاً في كثير من المشاريع السكنية، وما مشروع مجمع البيادر الاستثماري في مدينة السماوة بمحافظة المثنى إلا شاهد على ذلك، ما دفع المسجلين على هذا المشروع إلى تنظيم وقفات احتجاجية بسبب التلكؤ بتنفيذ المشروع. المعاناة باللي مجمع السكني مع البيادر وعود لا خدمات، تلكؤ بالعمل، فالعقد اللي متعاقد وياه انا سنه ونص، هسه على العقد تجاوز 8 اشهر. احنا عندنا ناس متضرره وناس بالايجارات وناس يعني تريد تكمل باسرع وقت ممكن، فاحنا نريد حلول سريعه، يعني الضغط على المستثمر أخذ التعهدات والضمانات من عنده. الوقفة الاحتجاجية للمسجلين على مجمع البيادر في السماوة بمحافظة المثنى اتهمت الشركة المنفذة للمشروع بنقض بنود العقد، مطالبة بتوجيه إنذار نهائي للشركة وفرض غرامة مالية عليها لتأخرها في تنفيذ المشروع. جانب القانوني لاحظنا مخالفات عديدة من قبل الشركة، أولا تجاوز المدة القانونية، وهذه تتطلب من الجهات الحكومية متمثلة بالمحافظة وهيئة الاستثمار اتخاذ الإجراءات حسب قانون الاستثمار اللي تتضمن توجيه انذار وتوجيه انذار نهائي وفرض الغرامة على الشركة لين تجاوزت المدة القانونية. طبعا احنا نطالب الجهات المختصة والجهات المعنية مثل جهة الاستثمار انه تدز مثلا لجنة مشرفة تتابع سير العمل، لان هو اكو تلكؤات هو اكو عراقيل لازم تعالجها. تأخر المشروع فاقم معاناة السكان المسجلين على مجمع البيادر وسط أزمة سكن خانقة تعيشها محافظة المثنى كما العراق الذي بات فيه تلكؤ المشاريع مألوفا بسبب استشراء الفساد الحكومي والإهمال وغض الطرف عن متابعة المشاريع المتلكئة ومحاسبة المتورطين فيها.